ما تفضحينا يا سوسو. ليش؟ أول شيء بدي أوجه له تحية كتير كبيرة. خليني أقول إنه بدي أوجه تحية لابنك اللي موجود بدبي. هاني. هاني، وبدي أقول له يعطيه ألف عافية. تليفونك السلولار وين؟ معي. فيكم تعطونا السلولار بليز؟ اوكي. ما تفضحينا يا سوسو. مزبوط بعت لك اياها؟ مزبوط بعت لك اياها واتساب؟ بعت لي اياها. اي، عم اقول له بدي اطلع مع تمام ببلد شفير وكذا. عم صار يضحك، قال لي بلا فضايح. بلا فضايح. فيني اساله هلا لهاني الليله شو هني فضايح سلمى المصري؟ قال لي والله امبارح. قال لي والله لاحكي. سلمى بدي اشوف المساج تبع هاني. يعني بلا فضايح مسوس. هاني مساء الخير واهلا وسهلا فيك، وينعاد عليك اليوم بسائب عيد ميلادك. يعطيك العافيه حبيب قلبي. تسلم لي. كيفك؟ منيح؟ يعطيك العافيه وكله تمام. مساء الخير عليكم كلكم. شكرا. هاني، اول شيء بدي عايدك، بدي اقول لك الله يطول بعمرك وان شاء الله كل سنه وانت بخير. ونفرح منك كمان ان شاء الله. تفرح كمان حدثك وكل اللي عم يسمعونا. شكرا يا هاني. هاني، ليه قلت لها لامك لامك بلا فضايح يا سوسو؟ اي فضايح يا انا بصراحه كنت متوقع تكون فضايح تجي من يعني من طرفك. اوكي. اللي فاجاني انه هلا انا حسب ما سمعت كانه اجت الفضايح من طرف الوالده. ايه، يعني خليني اعتبر المقصود انه بلا فضايح يا سوسو من هالنواحي. اوكي بس لانه انا حبيت الفكره. انا حبيت الفكره هاني وحبيت. هاني، في حدا ما عنده فضايح برايك؟ مستحيل. طيب اذا انت اليوم جريء وانت اكيد والدتك موجوده معي النجمه السوريه سلمى المصري، شو فضايح سلمى المصري؟ بدها فنجان قهوه هيك. اعطيني. يعني عندك فضايح كثير؟ يعني هو عم بقول فنجان قهوه. لا ايه، بس هو هيك يعني ما بنقدر نحكي بالنهايه. يعني الواحد اذا شو ما حكى يعني بيرجع لعنده الموضوع. صحيح. ما هي انا اقعد اسبوعين ما شو حكيت. لا يعني اكيد ما عندنا شيء هيك. اكيد يعني بتسمى فضيحه. صحيح. ما في هيك شيء. هاني اسوأ شيء ولدتي تاهيره يعني. نعم. اسوأ شيء اللي بقول لك اياها بضلنا فايقه للصبح يعني. هيدا حاحكي عنها بعد شوي، بس سؤال هاني، شو اسوأ شيء بسلمى المصري؟ اسوأ شيء بسلمى المصري انه بتخاف كثير علينا. من نحن وصغار. ايه، هو شغله حلوه اكيد يعني. وكل شخص بنبسط لما يكون في مين بدير باله عليه، بس بتوقع كنا بمرحله معينه كانت اوفر يعني. نعم. بدير باله علينا. اوفر بخاف علينا يعني. ايه، فيمكن هي يعني لفتره معينه ظلت تنعكس كثير بتصرفاتنا نحن يعني. لحتى الواحد تعرف بيقوى وبلش بعدين هو بياخذ يعني الاكسبيرينس تبعه يعني. صحيح. ليه بتستحي من هاني او من داني؟ من هاني ومن داني انك تقولي لهم انا بدي اتجوز بين عينك؟ بدك نعمل لي واسطه معهم او شو؟ لا بالعكس، هلا هاني يمكن اذا بسمعك يعني قلت له عم عايده وقول له ان شاء الله بفرح فيك، قال لي ان شاء الله بنفرح كلياتنا وبفرح فيكي. على طول بيقول لي اياها هاني يعني. لا بس انا بصير عندي نوع من الخجل. بحسب مليون حساب اذا فكرت بهي القصه انه كيف بدي اقول لهم او شلون او كذا، خاصه هلا صاروا هن بمرحله يعني داني تزوج وهاني وهي، فبحسب حساب يا ترى بيتقبلوا يا ترى بيتقبلوا هلا شخص مثلا يجي بحياتنا. حلو. او لا يعني. هاني بتتقبل شخص يفوت على حياه والدتك اليوم غير والدك؟ اكيد ما عندي مشكله. اي لا ما في مشكله، هذا الموضوع تجاوزناه من زمان يعني. حلو. يعني شباب. اي لا اكيد ما في مشكله. حلو. حبنا الله يعني. اكيد. مغروم اليوم او مش مغرومه؟ انا ماني شايفه شو عم بقول. مغرومه ولا لا؟ مش عم بسالك الك مو الي. عم بسالك لك، مغرومه او مش مغرومه؟ انا مو هو ما بعرف، ما بعتقد. لا ما بعتقد. اوكي. ما كانت حكت لي يعني بتقول لي يعني. هاني بدي اقول لك ثانك يو كثير لاتصالك، وحبينا نعمل هيدي السوربريز لسلمى. ميرسي كثير ويعطيك الف عافيه، وبنشوفك بلبنان قريبا. شكرا. يا اهلا وسهلا فيك. اليوم شو اكثر فضيحه موجوده عن سلمى المصري؟ هلا هي ما فضيحه يعني،
بالضبط يعني يمكن زواجي الثاني عمل شوية إشكالات عند الناس يعني عند الرأي العام كله إذا بدك إيه يعني إنه تزوجت أو إنه ما بيتوقعوا يعني أحياناً صحيح. إنه هي بس كمان الناس ما بتقدر إنه هذا الإنسان اللي وصل إنه فقد كل شيء حواليه وبيصل لمرحلة إنه هو بده يتعلق بأشة لحتى يقدر يقوم ويرجع يتابع حياته. تعلقتي بأشة؟ هلا هيك المثل بيقول. اوكي بس انا عم بسالك سؤال، تعلقتي بأشة؟ هلا ما بدي احكي عن الموضوع، ما بدي احكي عن الموضوع بعد شو بتحكي عنه، بس انت تعلقتي بأشة؟ ما هو هيك المثل بيقول اي انك انت لحتى ترجع تستعيد ثقتك بنفسك، ترجع تستمر بالحياة، فهيك بيصير. زواجك الأول هو من المخرجة شكيب غنام، واللي بدي أقول أكثر أنه هو من الطائفة الدرزية كان. أهلك ما اعترضوا، حضرتك مسلمة سنية، اليوم أهلك ما اعترضوا على هذا الزواج، وأنت كيف تأقلمتي؟ وهل أهلك اعترضوا أو لا ما اعترضوا، أو هل هن اعترضوا أنت كملت للآخر؟ بهمني هذا الشرح لو سمحتي. هلا اي اهل بيتمنوا انه انت تاخذ من نفس المذهب تبعتك، بس انا كنت مصره على عليه يعني، وانه لو ما اعطوني ما راح اخذ حدا ثاني لاني انا كنت مقتنعه فيه، وكنت يعني بفتره انا البكالوريا يعني وبعدها وقت دخلت سنه اولى الجامعه وهي، فكنت مصره انا وانه لا تحاول لبابا ولا لماما انه اي حدا انه يمنعني، لانه بالنهايه ما راح اتزوج. صحيح. فكنت انا مصره، وانا بعمر يعني كنت صغيره يعني بالنسبه له، والرجل دائما قد ما كان في بحياته تجارب وقد ما بيكون طالع بيرجع وقت بده يتزوج بتزوج البنت بيقول لك ما بس تمها غير امها. ما بس تمك الا امي غير زوجين بالحياه؟ اكيد اكيد، لانه بالاعلام ولا اكيد هي الحقيقه؟ لا هي حقيقه يعني، لانه ما كان يعني تصور بفتره المراهقه كنت واقف بالجنينه تبع بيتنا في واحد يمكن على بعد كيلومتر كان انه يوقف على البلكون انا اقعد انه طلع صار في، عرفت هاي بدون ما اشوفه بدون ما اعرفه عن قرب يعني، يمكن لو شفته عن قرب ما هي، بس شوف هاي العواطف كيف انه اقعد ادرس. طب هيدي العواطف اشتقتي لها اليوم؟ اشتقتي للبوسه؟ اكيد حلوه. اشتقتي للبوسه؟ اشتقتي للعواطف هيدي؟ عم بوس كثير طول النهار، بوس بي لا البوسه عم بوس سيسي وبوس داني وبوس بوسه عم بوسه بتختلف يا سلمى. هديك خليها لوقتها.